ازيك يا علي؟ ازيك انت؟ معلش يا محمد، انزل تحت شوي. تقابليني ولا ايه؟ خايفة؟ وهخاف من ايه بقى يا علي؟ هو انت بقيت بتخوف دلوقتي؟ يعني كل ما بكلمك تزوغي مني وتقولي لي جوزي ما اعرفش ايه. ما انا بصراحة يا علي متجوزة راجل محترم، رجل اعمال ومتدين، مش عايزة اخسره. ده واضح. ومحمد ده مش هيقوله؟ لا ما تقلقش، محمد ده بتاعي. خير يا علي؟ فتون فين يا غنوة؟ تاني يا علي؟ هو انت مش سألتني عنها في تليفون؟ قلت لك اني معرفش حاجة عن فتون. صدقني يا علي، انا والله معرفش حاجة عن فتون من تقريبا حوالي سنتين، من وقت ما زورتك في السجن. بصراحة كده مش عايز اعرف حاجة عنها تاني خالص. أنا عايشة حياة كويسة علي، وعايزة أحافظ على حياتي دي. ممكن؟ ممكن. لو عايزة ألاقي فتون أعمل إيه؟ وبعدين بقى ما أعرفش ومليش دعوة، دور على فتون بعيد عني يا علي. سلام يا غنوة. محمد، اطلع يلا.